بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أتوجه بالعزاء إلى أهالينا في قرية كربابات وإلى عموم شعب البحرين وإلى جميع علماء الإسلام والعالم الإسلامي بشهادة إخوتنا الثلاثة الذين استقلوا قاربا في 7 فبراير وخرجوا من البحرين. ومنذ تلك الأيام تلقينا نبأ خروجهم، ولكن طالت مدة بقائهم في البحر وقد وجد القارب بعد ذلك، وبعد 3 أيام كما أن أول الشهداء قد تم الحصول عليه بعد 7 أيام. ومنذ أول اللحظات السلطات في إيران باشرت البحث عنهم منذ أول يوم ولم تجدهم، ولم تجد الشهيد الأول إلا بعد 7 أيام، ووجدت القارب بعد 3 أيام، وكان القارب من دون الأدوات الموجودة فيه ومن دون الماكينة، وكان مسلوبا مما يجعل الأمر غامضا. من جهتي أنفي جملة وتفصيلا أن يكون لخفر السواحل الإيرانية أي دور في مقتل الشهداء رحمة الله عليهم، فهناك الأمر غامض، إما أن يكون من جهة السلطات في البحرين، وإما أن يكون من جهة بعض القراصنة الذين تواجدوا في المياه الدولية، لأن الحادث قد وقع في المياه الدولية والمياه الإقليمية المحسوبة على إيران. رحمة الله على شهدائنا الأبرار. هذا وأؤكد، لا تزال الجثة الرابعة للشهيد الرابع إلى الآن مفقودة، ونحن اليوم في 19 فبراير، ولا تزال أمور التحري جارية في إيران وغيرها من البلدان للحصول على هذه الجثة. أعزي شعبنا في البحرين بهذا المصاب الأليم، وهؤلاء الشهداء لم يخرجوا إلا بعد أن انتهكت حرماتهم في سجون آل خليفة الظالمين، وقد آذوهم حتى في أجهزتهم التناسلية، والإنسان يخجل عن عظم الأمور التي واجهوهم بها. أسأل الله لهم الرحمة والرضوان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.